يبدأ بها اليوم فريق شبيبة الصورة من ملعب الشهيد حملوي أمام الشباب المحلي. البداية كانت لصالح المحليين عن طريق اللاعب غربي صاحب هذه التسديدة التي صدها الحارس جيميلي ليسيسي دائما بن شريفة ومن بعيد، لكن الكرة غير بعيدة عن مرمى الحارس جيميلي. نلعب الدقيقة 21 عمل فردي يقوم به اللاعب الممتاز غربي، ومن بعد 20 متر يتمكن من فتح مجال التهديف. هدف أسعد كثيرا أنصار وعناصر الشباب. وقبل نهاية اللقاء بزاز بتسديدة قوية مرت فوق المرمى. الشوط الثاني الشباب وصل على نفس منوال المرحلة الأولى، عمل الهجومي قاد اللاعب بن شريفة الذي يقدم كرة على طبق لبولمديس، هذا الأخير يضيع فرصة لا تضيع. الشباب حاول بعد ذلك تسيير ما تبقى من المباراة فاسحا المجال لأبناء الصورة الذين هددوا مرمى سيدريك عن طريق اللاعب جاليت، هذا قبل أن يتمكنوا من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع. الهدف وقعه اللاعب حامية أمام حيرة الجميع بملعب الشهيد حملوي. هدف في كل شبكة كانت نتيجة اللقاء النهائية. Je crois qu'on a une occasion de tuer le match, on la rate. Je crois qu'on a montré les bonnes choses. Après, ben, on était sur un bloc bas parce que cette équipe de Sahoura est très intéressante et très bonne. Mais je crois que voilà, ce soir, il y a une personne qui a faussé le résultat de la rencontre. Une égalisation en fin de match qui me semble méritée au regard des efforts produits par l'équipe de la JS Sahoura. On a eu le ballon, on a essayé de jouer, on n'a jamais fermé. On ne s'est pas renié dans nos principes, on a essayé de jouer le match avec nos armes. On s'est créé des occasions en deuxième mi-temps, c'est assez logique qu'on puisse égaliser à la fin.